السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كركم دايرين خوتي؟ لاباس بخير، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير دائما وابدا. دائما الناس اللي كي يدخلوا عندنا جداد يشتركوا معنا في القناة ويدقوا الجرس كي يوصلهم دائما الجديد. الى تحط في القناة، الى كان شي فيسبوك ولا شي جروب، حطوا لنا الفيديو ده عندكم. نتمنى الخير للجميع. غادي نوليو مرة اخرى على حساب التلقيمة. ولينا كاين شي ناس ولينا ولا الانسان كيقول لك انت راك غير تكذب، راك تكذب وصافي، ما عرفنا واش نصدقوك انت ولا نصدقوا الناس الاخرين. يعني شي تفاهات ما تدخلش العقل، ما يقدرش الانسان حتى يقولها. غير نقول انا لهذا السيد هذا او السيده ما نسميش، يعني خذ راحتك وخذ وقتك، جمع المعلومات وغادي تعرف الحقيقة من التافهة. اللي كيحكي التفاهات غادي تعرفه، واللي كيحكي الحقيقة غادي تعرفه. منين كتجمع المعلومات كيبان لك شكون هو خطأ وشكون هو عنده الحق. هنا رد البال. باش حنا انا كشخصي مثلا ننتقد شي واحد وانا ما متيقنش بان هذا الشيء اللي كيدير، ولو ولكن ماشي بهذا الاسلوب اللي خصني. والله ما عرفنا واش انتم اللي تكذبوا ولا الاخرين اللي يكذبوا. كنقول الحاجه البسيطه اللي نقولها لك، اجمع المعلومات واعطي الوقت لراسك وغادي تعرف شكون كيحكي الحقيقه بدون ما تسرع. عارف اش كدير؟ لان انت اللي غادي تخسر، انت اللي غادي تدفع فايت، انت اللي غادي تضيع الفلوس، انت اللي غادي تضيع الوقت. خذ الوقت وغادي تعرف الطريق الصحيح اللي غادي تتبعها. نتمنى لك الخير ومع السلامه.